ايه؟ طب خلصي الجلسة اللي عندك وكلميني. لا انا بقولك مستنياكي، عاوز اعرف عملتي ايه. ماشي حبيبتي، باي. كلمي مين؟ بكلم شهد. هي بتعمل ايه في مصر؟ عايزه اطمن عليها. طب خلاص ما عايزاش اعرف. اقول لك على حاجه، هقول لهم يطلعوا لنا فطور. تعالي تعالي ناكلوا مع بعض. لا مش عاوزه. ليه؟ انا قصدي يعني عشان نفتحوا نفس بعض. انا لما بقعد اكل لوحدي باكلش زين. كلي معايا. اسألي عليا. طيب يا مرات عمي تعالي اقعدي معايا. ده انا حتى الوحيده اللي في العيله اللي قلتلك يا اما جبريه. انتي حبيبتي ومرات حبيبي الغالي على قلبي. ايه يا زينب، مش عايزه تشوفيني ولا ايه؟ ده انا حتى اللي مضروبه على وشي، والاصول ان انا ما اجيلكيش لحد عندك. خير يا ريتان، ما تستبحي. ده كلام النبي. بقولك مضروبه على وشي قلم جمل يا زينب، وجايلك لحد عندك تقولي لي استبحي؟ خير يا بنات، عيب عيب، تخلوش الشيطان يدخل بينكم. على رايك والله يا مرات عمي، الشيطان شاطر. واجارك الله بقى لما الشيطان يلعب في الدماغ. اساليني انا، عايزاك يا زينب. ايه؟ عاوزه ايه يا رتال؟ ايه يا زينب، خبر ايه؟ اختك، روحي شوفيها عايزه ايه، وبعدين دي ضيفتك، عيب. طب يلا قومي. اتفضلي. قولي يا ست رتال، عاوزه ايه؟ عايزه اتكلم معاكي يا زينب بهدوء واحده واحده. طب قولي. اللي احنا فيه وماله اللي احنا فيه؟ اصل انا بصراحه يا زينب كنت عايزه ابقى معاكي، يعني ابقى ماشيه معاكي على الخط، اقول امين بدل ما اطلع خسرانه في الاخر. خسرانه ايه وزفت ايه؟ هو انت لسه بالافكار؟ اصل انا يا زينب بصراحه عجبتني الفكره بتاعتك قوي. قلت البنت زينب دي عقر، خدت الناس كلها في عبها، حتى مروان بقى متاكد 100% ان زينب بقت معاه. مش مهم بقى نطلع خسرانه، اطلع وحشه اطلع زفت، المهم النتيجه في الاخر. النتيجه انك محتاجه مين اللي يلم؟ الشو خلص خلاص يا زينب، تعملي ايه؟ انا هنا عشان نتفق يا حبيبتي مش اكتر. وماله؟ ماشي، انا دلوقتي هقول لك ايه اللي في دماغي، وهفسر لك اللي انت عاوزه تفهميه من غير لف ودوران. هما كلمتين يا ريتال. انا بقى يا حبيبتي ست العيله دي، ومرات الكبير، عارفه مروان يبقى كبير العيله دي كلها، وكلمتي هتمشي على نسوان العيله دي كلها، الكبيره قبل الصغيره، وكلمه مروان برضو هتمشي على العيله دي كلها باللي فيها، الكبير قبل الصغير. فهمتي؟ فهمت يا زين. انا برضو قلت كده من الاول ومحدش صدقني. ان ما كنتيش تتعدلي انا هعدلك بطريقتي. صدقني فعلا مهوجه يا زينب ومحتاجه اللي يعدلني. ايه الطريقه دي؟ الكلمتين اللي انت قلتيهم من شويه دول بياكدوا لي ان انت اللي ورا موت ابني. لا فوق يا ريتال، انت عارفه ومتاكده انه زينب ما قتلتش عبد الله. بس انا يا حبيبتي هريحك وهقول لك ايه اللي في دماغك. انا فاهماكي كويس، انت مش فارق معاكي موت ابنك. انت لو كان فارق معاكي موت عبد الله كان زمانك مش قاعده قدامي دلوقتي. انت كل همك الفلوس، والعيله دي مين اللي هيبقى فيها الكبير ومين اللي هيبقى فيها الصغير؟ وبعدين لو قلبك قوي كده على عبد الله الله يرحمه كان زمانك واقفه في ظهر حسن وعرفتي مين اللي قتل ابنه. بس انت دماغك رايحه للفلوس، انت فاهمه؟ هو انت بتلوميني على ايه يا زينب؟ على اللي انا عملته؟ مين اللي كان السبب فيه؟ مين اللي كان ماشي ورانا؟ مين اللي جابنا لحد هنا وسابنا؟ وبعدين كان فين العقل ده كله؟ بصي بقى يا ريتال، هما كلمتين ما فيش غيرهم، انا ابقى ست العيله دي كلها. عارفه يا زينب لما اموت
وتدفنيني يا بنت ابويا. سيبي تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.